خلونا نمشي لجزئيه مهمه جديد اللي هي مساله الفشله، ودي رساله حتكون لقياده القوات المسلحه او للقوات المسلحه ككل. يا ناس كلكم عارفين تمام في ظل الحرب الدائره دي القوات اللي كانت موجوده على مستوى الفشقه اهي اتقدمت جات عشان للحمايه بتاع شنو النقطه القضارف والقلابات والتفاصيل دي. طيب الان وصلتنا معلومات ومعلومات مؤكده انه في عمليه بتاع التحرك، تحرك فهمت لبعض المرتزقه، انا ما عارف جيش اثيوبي ولا مرتزقه، المهم ما عارف، في انه في عمليه بتاع التحرك للدخول على مستوى منطقه الفشقه، والشيء ده عمليه بتاع التفصيل ما بينه وبين دويله الشر. انا بقول الكلام ده بطريقه واضحه لانه دي معلومات وصلتنا من داخل اثيوبيا انه في تحرك وفي عمليه بتاع التنسيق ما بين مرتزقه في اثيوبيا ودويله الشر بناء على انه شنو التقرب للمنطقه السيطره على منطقه الفشقه ما بهدف الزراع ولا الكلام الفارغ اللي قاعدين يقولوا الناس ده. في ظل الفتره دي يا اخواننا حتكون هدف دويله الشر نقطه بتاعت انطلاقه لعمليه بتاعت شنو؟ لعمليه بتاعت حمايه للميليشيا بتاعت الجنجويد عبر شنو؟ عبر عمليات بتاعت اطلاق صواريخ او حاجات تفاصيل زي دي. الكلام ده انا بقوله لقياده القوات المسلحه من هنا من اللحظه دي عشان الناس تخط الكلام ده في راسها هنا، عشان الناس تخط تدخل الكلام ده كويس تقول انه نحن بنقول ووجه وقلنا. المعلومات دي ما هي في النهايه بتصلنا وبتوصل للقياده، لكن لما نقول الكلام عبركم انتوا على مستوى البث المباشر الواحد على الاقل بيكون ورى من الشعب السوداني انه شالوا الكلام ده. فمنطقه الفشقه دي اللي هي باكيه فوق دويله الشرق من السابق، الناس لازم تعرف انه النقطه بتاعتها دي، النقطه بتاعت الفشقه دي نقطه مهمه جدا جدا. وانا اقول لك الدوله اللي همها الاول والاخير انها تفكفك الدوله السودانيه ومستعده في سبيل انها تدمر المجتمع السوداني ممكن تعمل اي حاجه. فاحذر من الجزئيه دي لانه هي ما عندها مانع في علاقتها الوطيده ما بين اثيوبيا مستعده انها تبني قاعده او تؤسس لقاعده حربيه على مستوى منطقه الفشقه حتى لو تستخدم فوق 4 طائرات انها تدمر بها المواقع الاستراتيجيه او ترجع بها كفه الميليشيا بتاعت الجنجويد. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ بنقوله في ظل الفتره دارين نوري الشعب السوداني انه الوقوف مع الجيش ده ما عشان اي حاجه، عشان لانه البقاء ذاته على اساس بقائك انت كبني ادم سوداني في داخل الدوله السودانيه. ما عندك خيار، الخيار انه الوقوف مع القوات المسلحه. الوقوف اي عارف انك واقف. تجديد عهد الولاء وتجديد الصيغه في القوات المسلحه على اساس انها تقضي على هذه الميليشيا المتمرده. وانا متاكد واثق في الله سبحانه وتعالى واثق في جيشنا ده انه حينتهي من التمرد. الكلام ده الناس تتذكره، عارف الناس بتعاني وعارف الناس وكل التفاصيل، لكن الخيارات يا اخواننا واضحه. قواتنا المسلحه معها قلبا وقالبا للقضاء على هذه الميليشيا المتمرده. الكلام ده الى حد هنا واضح؟ طيب الناس لازم تعرف الحاجه دي. طيب في داخل ولايه الخرطوم البوال، انا والله ما مفروض ذاته اتكلم عنه، ده دي حاجة مهمة شديد. البوال ده نصب نفسه قال انه هو والي الخرطوم. طيب طلع عدة فيديوهات وقال يا اخي انه هو قاعد وانه هو شنو وانه هو شنو وانه هو شنو. طيب نحن اخواننا هو ما نكرة، هو نكرة، لكن دارين نثبت كذبه ودارين نثبت مدى انه هو كذاب لدرجة شنو؟ لدرجة انه هو هرب من الخرطوم، مشى تجاه دارفور الجنينة، من الجنينة لأنه المنطقة ديك اخواننا طبعا في واحد سوداني بيقول لك يا اخي انت هذول ده كيف قدر يهرب؟ هرب كيف؟ واستخبارات ما شغالة يا هذول، يا هذول قول يا لطيف تقال السودان ده الخرطوم فقط، ها؟ تقال السودان ده النيل الأبيض فقط، تقال السودان ده الجزيرة، تقال السودان ده فقط بس ولاية شمال كردفان ولا قالوا ولاية الشمالية؟ يا زول والله السودان ده بعد الانفصال كبره اظن يبلع المناطق اللي حوالينه دي كلهم يبلعن. يا زول انا اوريك حاجه معينه بس خليك من الكبر، بلد في ضد بتاع حرب زي ده، بلد الان قوات مسلحه فشلت اكبر مخطط للميليشيا بتاعت الجنجوي. انت عارف من تطلع من الخرطوم ده على اساس انك انت توصل لحد دارفور في اكثر من 400 شارع، انا اقول لك اكثر من 400 شارع اوصل لك. فقصه انه طلع بوين وما بوين والتفاصيل انا ما داري تسال وتبحث زي ما ذكرت لكم قبل في الجزئيه دي، ابحث في انه ليه بوال ده طلع
ما هو قال انه نصب نفسه انه والي للخرطوم، صح ولا ما صح؟ قال انه انا والي للخرطوم. الليله والي للخرطوم جرى كاد، ومن كاد مرق مشى دويلة الشر. ماذا موقعه؟ ما داري اثنين ثلاثه. من دويلة الشر يا اخواننا مشى مسقط. دي اخر معلومات عندنا. والله التاكسي ذاته طلعت بيه والله معلومات موجوده عندنا. وسيد التاكسي ذاته الملقبين ودينا الشباب كل المعلومات دي. كل المعلومات دي اديناها للشباب. انا داير اوريك من 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 هروب هذا المعتوه حاجه معينه. انا بس دايرك تفهم انت في راسك. طيب في دول الان بيتخيل انه بيقول لي يا اخي الناس قاعدين يتحركوا في المنطقه دي وانه بيتحركوا وبمشوا كده وبيجوا وبيمشوا. طيب ما هو انا داير اقول لك حاجه، ما هو الشارع ما شارع الصادرات اللي انت شايف ولا شارع كوست اللي انت شايف. في مئات الشوارع الان الناس دي بيستخدموا. هتقول لي الاستخبارات العسكريه، الاستخبارات العسكريه الان مركزه لك تركيز كله على اساس انها تشتغل شغل داخلي في العمل الداخلي اكثر. هاي برضه في الخارج الطيران والتفاصيل وما مقصره، لكن السودان ده بتتخطى والله، والله بقول لك بالواضح. وهذا ليس تقصير في حق ولا انه الاستخبارات المسلحه مقصره، لا والله عشان تشيل الكلام ده ما هو مقصره ولا اي حاجه. لكن البلد دي، البلد دي التغطيه بتاعتها يا اخواننا بتتطلب انه امكانيات كبيره شديد. وانت في ظل بتاعت حرب عشان ما تظلم الناس هاي. فالدار وصلوا لك من انه هروب هذا المعتوه. انا ما دايرك تبحث انه تقول لي انه طلع ولا لا لا لا. السؤال اللي بيطرح نفسه انه هو البوال اللي طلع عليه. طلع عليه. ما هو نصب نفسه والي للخرطوم. وقال انا وقال والان بيطلع لكم فيديوهات بيقول انه هو في المملكه وين وتفاصيل. وهي العمليه بتاعت التضليل. ينكر من طلع له صور. بل بس طبعا ما انا ما محتاج، لكن اكمل كذبه اللي ينكر. نحن عندنا الادله بل انه انت وين الا كان طهره. ما اعتقد انك انت وساعدوا طبعا، وصلنا حتى المعلومات مساعده بنو ما معلوم. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه انه هو بوال طلع عليه، هو والي الخرطوم. اول حاجه يا اخوانا دار اقول لكم بموضوع عديل، ودل الفلنجايات الان ابن خرم كبار والنكرو ذاك اللي اسمه الربيعه وكلهم كلهم كلهم، انا والله حقول لكم بطريقه واضحه تماما، انتم ما مقبولين لدى الميليشيا والله. والله جد والله اوريكم بالعديل ولا حتى الجماعه ديلك، والله ما مقبولين. انتم عارفين ليه؟ لانه الميليشيا ما زالت بتشك انكم انتم عباره عن شنو؟ الكلمه دي انا ما دار اقولها، والله العظيم شايفاكم كده. والله في ناس الان في داخل الميليشيا دي بالنسبه لهم كتار كتار جدا. والله الميليشيا شايفاكم عباره عن بات نخرين كبار وتفاصيل فلنجايات ولهم العباره عبيثه. والله العظيم وبنكروكم عادي في تحت اي لعبه بنكروكم كف كف بنكروكم شغالين ينكروهم. طيب البوالة لأن إخواننا ضاقت به، ضاقت به أجد أوريكم بالواضح، ضاقت به ضيق شديد جدا جدا، ضاقت به. وده بيأكد لك التقدم الحقيقي بتاع القوات المسلحة. ما بتبجع وإنه أنا إحنا وتفاصيل طبعا ما يطلع لكم الفيديوهات القديمة يقول لكم إحنا في سكود ومدبلج. أنا في فيديو لي إخواننا رجعته لقيته إنه شنو مركب تركيب، الفيديو قال إنه في السوق والكلام ده قبل يومين أو ثلاثة، لأنه هو طلع يا إخواننا من بدري. وحتى خروجه وذهابه لدويلة الشر من 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 كات ومن دويلة الشر من دبي التاكسي ركب عليه وطلع به والكلام ده كان يوم أربع يوم ثلاثة ويوم أربعة سافر مشى سلطنة عمان. كان ما يجيب لكم قبل يومين او ثلاثه ينزل له فيديو يقول ان احنا السوق كلها مركبه. عمليه بتاع التمويه. والبوال خروجه دليل على الحك الكبير بتاع القوات المسلحه لهذه الميليشيا المتمرده. لكن في تفاصيل ثانيه خلونا نتاكد منها، نحن ما بنقول كلام صحيح، نتاكد منها. لانه تحت تحت قالوا لي يا اخي انه الزول ده هو مصدر. المهم انا ما عارف غايته، المهم الكلام ده وصلني لكن نتاكد عشان نجي نديكم الكلام بالكامل. هو نكره. احنا ما دارين نتكلم لكن اتكلمنا في الجزئيه دي لسبب، السبب هو انه دارين نوصل رساله انه القوات المسلحه شغاله. شغاله. شغل تقيل. طيب. الجحاحيط مطلعين كلام قالوا انه المناطق كلها تم محاصرتها سقطت
واي منطقه محاضره هتسقط. طيب احنا هنقول لكم كلام وتحدي معاكم، تحدي لا بابنوس هتسقط ولا الفاشل هتسقط ولا اي مدينه ثانيه في السودان هتسقط، ها رايكم شنو؟ وده تحدي، ده تحدي ما في اي مدينه بل نحن. وتحدي ده مش السقوط، وتحدي ده انه نحن في الايام الجايه دي هنسترد مدني، اسمع الكلام ده كويس، وحنسترد الغرة في الجزيرة، وحنسترد نيالة، اسمع الكلام ده كويس، وحنسترد الجنينة، وحنسترد الضعين. رأيكم شو يا أخواننا في التحدي ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، صباح الخير عليكم وين ما كنتم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. لايك واشتراك في قناة لايف 24. النصر للقوات المسلحة في كل مكان. محمد أبو دهب جاب موقف بتاع فشغة وحروب طبعا قائد طبعا خلا إبراهيم بغال طبعا من خرطوم إلى الجنينة، من جنينة إلى تشاد طبعا. دي الموقف. نجي لفشغة طبعا. الفشغة طبعا منطقة سودانية ومنطقة مهم جدا جدا. في بداية طبعا في قبل الحرب طبعا فيها جيش طبعا كمية كان في فشغة وكده، لكن حسي جيش طبعا انسحب من فشغة وأصلا فيه، لكن في برضه شنو بسيطة لأنه ما كثيرة، لأنه بعد ذلك طبعا يعني القوات دي طبعا جابوا نص في خرطوم ونص طبعا في عدة أماكن وكده، وإذا كده فشغة بقى خالي من الجيش وكده، ودي الكارثة طبعا. وبعد ذلك وصلت طبعا أو جمعت كمية من المرتزقة من أثيوبيا ومن جنوب وين طبعا من عدة أماكن وكده، من عدة دول وكده طبعا، يلا جمعوا كمية كبيرة جدا جدا في فشغة طبعا مرتزقة، يلا دي طبعا كلام خطير جدا جدا، يلا دي مهمة بتاع الطيران وكده. المرتزقة طبعا في فشغة دي احتمال كبير بيجمعوا بيجي شنو؟ بيجي بدعم الجنجبيل طبعا، معروف طبعا 90% لأنه كده، يلا إذا كده دي مهمة بتاع الطيران، والطيران لازم يتحرك ويمشي شنو؟ يشوف الشغلانه دي طبعا، دي شغله بتاع الطيران وكده، ودي مهم جدا جدا والله صراحه كده يعني. نتمنى ان شاء الله المعلومه دي تصل للجيش، وبعد ذلك شنو الطيران يصل والطيران يتحرك يمشي شنو يدق الشغلانه دي، لانه لو ما دقوا لانه دي مشكله كبيره جدا جدا جدا. اما ابراهيم بقال طبعا عايز صحيح جرى من خرطوم وفات طبعا جنينه، ومن جنينه طبعا مشى تشاد. يا جماعه انتم زي ما عارفين طبعا في داخل الجنوب طبعا فيها شنو؟ في انصره طبعا، وزينا دي طبعا هم بيشوفوا ما زول، لانه والله بجد صراحه كده اقول لك فلانجاي هم طبعا ما قدامك كده، ما بقول لك كده لانه يعني شنو انت ما معاهم وكده، لكن في النهايه شنو تشتغل لهم وكده كده طبعا، عشان ما بقول لك كده لكن بشجوك بس، لكن هم عارفين شنو انت ما مهم، لانه بشوفك كده ما يهم، حتى لو في عمليات برضه شنو بيقدموك انت بس، يقول لك تعليمات وكده، جانا كده 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 طوال شنو تمشي وكده، يلا زين كده جاوا طبعا كمية من شنو الكلمات طبعا لابراهيم بقال، وشافوا كده شغلانة ما يهو طوالي زول شنو انسحب وجرى فات جنينة، من جنينة طبعا فات شنو تشاد. دي معلومات وكده، ودي تحليل كان بتاع محمد أبو دهب. أهم شيء لايك ومشاركة في قناة لايف 24، ويصلكم كل جديد النصر للقوات المسلحة في كل مكان. منطقة فشغة مهم جدا جدا، ودي مهمة بتاع الطيران وكده، والطيران لازم يمشي ويشوف الشغلانة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا وأبقى عافية، نهاركم سعيد أو صباحكم خير، السلام عليكم.